من العاصمة السودانية الخرطوم، نتابع هذه الصور لتجدد الاشتباكات ما بين الدعم السريع والجيش السوداني، وهذه الصور الحصرية من شاشة وكاميرا العربية المتواجدة لمتابعة آخر التطورات. إذن الدخان يتصاعد من إحدى المناطق أو أحد الأحياء في العاصمة السودانية الخرطوم، كما نتابع مباشرة من هناك. إذن لتحول مباشرة إلى الزميل عمار أبو شيبة لمتابعة آخر التطورات. عمار، تجدد كبير للاشتباكات، نستمع فقط لتجدد الاشتباكات ثم نعود لمتابعة التفاصيل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.